نروح بقى لملف تغير المناخ، هذا الملف الأبرز على الساحة دلوقتي، على الساحة العالمية والدولية بالمناسبة، مش الساحة المحلية بس، خاصة مع طبعا عقد قمة المناخ اللي بتستضيفها مصر خلال هذه الأيام في مدينة شرم الشيخ. مناخ كوكب الأرض بيتغير، دي حقيقة لا جدال فيها. ظواهر جوية متطرفة، بنتكلم في حرائق غابات، عواصف، أعاصير، سيول، أنماط سقوط أمطار مختلفة عن اللي كنا معتادين عليها، موجات جفاف شديدة، ارتفاعات عالية في درجات الحرارة، وغيرها كتير من اللي بتأثر مش بس بقى على حياتنا اليومية، مش بتأثر بس على الزراعة وعلى المحاصيل أو على الصحة أو على الاقتصاد، هي بتأثر على الطاقة الغير متجددة. هتقولولي إزاي؟ ببساطة شديدة جدا جدا، البنية التحتية والمنصات البحرية على سبيل المثال في استخراج النفط بتتأثر لما بيحصل تغير في المناخ، ظروف طقس حاد، عصير مدارية بتأثر على أو بتعيق عملية الإنتاج، مثلا زي اللي حصل مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأعاصير على طول ساحل خليج المكسيك، وده أدى إلى إعاقة عملية الإنتاج. برضو ارتفاعات درجات الحرارة بتؤدي إلى زيادة كمية المياه المتبخرة، أو مثلا كمية الأمطار بتقل في بعض المناطق، وده بالتالي بيقلل القدرة على توليد الطاقة الكهربائية، ولذلك وجب التوجه إلى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة زي الشمس زي الرياح، وده اللي مصر عملته بالفعل. عندنا محطة بنبان للطاقة الشمسية، عندنا محطة جبل الزيت، كلها للطاقة الجديدة والمتجددة. خلونا نرحب بضيفنا الكريم ونتكلم بشكل أكبر عن تأثيرات تغير المناخ على استخدامات الطاقة، المهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة في تغير المناخ. صباح الخير يا باشمهندس ماهر، أهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، تحياتي لسيادتك وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. اشرح لنا اكتر يا باشمهندس ماهر تاثيرات تغير المناخ على الطاقه، وتحديدا كمان لو بنتكلم على توجه دول مختلفه من بينها مصر للطاقه الجديده والمتجدده، هل كمان الطاقه المتولده من مزارع الطاقه الشمسيه والرياح هي كمان هتتاثر بتغيرات المناخ، ولا هي في مأمن من ذلك؟ الحقيقه هناك علاقه وثيقه بين مصادر الطاقة وتوليد الطاقة والتغيرات المناخية. الوقود الأحفوري واستخداماته واستخدامات الطاقة عموما مسؤولة وحدها عن حوالي من 66% إلى 70% من إجمالي ابتعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم كله. هذه نسبة كبيرة جدا، إذا استطعنا أن ننجح في تخفيضها إلى 50% منها، إحنا بالشكل ده نبقى أنقذنا كوكب الأرض بشكل عظيم، لأن مطلوب علشان إنقاذ كوكب الأرض أن يتم خفض ابتعاثات غازات الدفيئة بقدر يتراوح بين 16 مليار طن ثاني أكسيد كربون معادل و 22 مليار طن. فإحنا مطالبين إن إحنا نخفض ابتعاثات غازات الدفيئة بهذا المقدار من 16 مليار إلى 22 مليار علشان ما ترتفعش متوسط درجة حرارة جو الأرض عن درجتين مئويتين. الهدف ده ضخم جدا. طب إيه علاقته بالطاقة؟ علاقته بالطاقة إن لابد أن نقلل من استخدامات الوقود الأحفوري. لكن في جانب آخر، العالم يحتاج إلى الطاقة، لأن الطاقة هي عصب الحياة، فلا يمكن مرة واحدة الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وبالتالي طيب يا باشمهندس ماهر، إيه المسارات التي يجب على العالم تبنيها للاحتياط من تداعيات ظروف الطقس الحاد وتغير المناخ، خاصة زي ما حضرتك أشرت انه لا يمكن الاستغناء عن الوقود الاحفوري بشكل يعني بشكل سريع، لابد ان يتم ذلك بشكل تدريجي. المسارات واضحه دلوقتي جدا، ان احنا يجب ان يحدث تحول طاقي في العالم كله، وبالفعل التحول الطاقي بدا، والنهارده العالم كله متجه الى مصادر الطاقه الاقل في انتاج الكربون ومصادر الطاقة غير الاحترافية، والارتفاع بالكفاءة إلى أعلى ما يمكن
يتجه العالم أيضا إلى المواد الجديدة والتكنولوجيات الجديدة، يتجه العالم أيضا إلى ربط الطاقة المتجددة بالرقمنة لإمكان السيطرة على التوليد الجسيم للطاقة المتجددة بوصفها طاقة متقطعة ومترجحة، وبالتالي ربطها بالرقمنة يساعد جدا على السيطرة عليها وبالتالي التوسع الشديد في إنتاجها. فإذا هناك ثورة في عالم الطاقة لا أحد يشعر بها، لأنها تدور في مراكز البحوث وتدور في مراكز طب هل إنتاج التكنولوجيا. هل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة زي الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها لن تتأثر بالتغيرات المناخية؟ لا، هو الواضح أن الطاقات الجديدة والمتجددة باعتبارها يعني معتمدة على المصادر الدائمة المتجددة في الطبيعة، فغالبا مش هتتأثر. أشعة الشمس التي تسقط على الأرض وتولد الطاقة الشمسية الفوتوفولتية أو الطاقة الشمسية الحرارية لن تتأثر بالتغيرات المناخية لأنها بتسقط دائما كما هي. أيضا المياه في البحار اللي هيتم تحليلها لاستخراج الهيدروجين منها بالتحليل الكهربي، المياه موجودة وغالبا تأثراتها هتيجي بشكل تاني، لكن لن تؤثر على توليد الهيدروجين. هي هتؤثر على الأراضي الواطئة، لو زاد متوسط سطح البحر في البحار والمحيطات وسيغرق أجزاء كثيرة من الأراضي الواطئة ودلتوات الأنهار، لكن مش هيأثر على إمكانية استخدامه في التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين الأخضر. وبالتالي تقريبا مصادر الطاقة بمنأى عن التأثيرات السالبة لتغير المناخ. الحقيقة يا باشمهندس يعني الحديث حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على كل مناحي الحياة يحتاج إلى حلقات وحلقات، وأظن ده اللي بيتم مناقشته دلوقتي على أرض مصر في شرم الشيخ في قمة المناخ. شكرا جزيلا مهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ.